الفيديو اللي انا مستني اعمله من زمان شخصيا، لان انا كنت بتفرج على الناس كتير وهم بيعملوه. تسلا. احسن عربيه كهربائيه في العالم حاليا. سيبك، بص، سيبك من اودي، سيبك من بي ام دبليو، سيبك من مرسيدس، سيبك من كل العربيات الكهربائيه الموجوده حاليا. احسن عربيه كهربائيه تشتريها دلوقتي لو انت تقدر تشتريها، تسلا. العربيه دي موديل 3. في عندك موديل 3 اللي هي موتور واحد، وفي عندك موتورين. دي اللي هي اللونج رينج اللي هي فيها موتورين. الموتور الاولاني بيسوق العجل اللي قدام، والموتور الثاني بيسوق العجل اللي ورا. تمنها في انجلترا 51,000 بالظبط، 51,000 جنيه استرليني. اضربها في عمله بلدك، طبعا ضيف عليها اللي انت الضرايب والجمارك والكلام ده. احسن حاجه عجباني في العربيه دي اللي هي بتسوق نفسها. يعني لو انا مثلا مش دماغي مش شغلاني دلوقتي ان انا اسوق النهارده وعايز العربيه تسوق نفسها، حاجه اسمها اوتو بايلوت، احطها والعربيه هتسوق لنفسها. العربيه شكلها من بره ظريف، مش ما بيخوفش، اللي هو شكلها عربيه عاديه، بس لما بتسوق العربيه بتحس ان انت بتسوق عربيه لامبورجيني، عربيه فيراري، عربيه سوبر كار. العربيه دي فيها 581 حصان. 581 حصان. لما بتحط رجلك على الارض كده بالدواسه تلاقي نفسك رجعت لورا وحسيت. يعني اقول لكم ايه، لازم 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 تجربها لو انت تقدر تعرف تجرب. ميزه العربيه دي اللي انا ما بصرفش عليها فلوس كتير. يعني هي دلوقتي معايا حوالي بتاع اسبوع وشويه، ما بصرفش عليها فلوس كتير. يعني اخرها اللي انا اروح مثلا اخدها المكان اللي هو بتشحن فيها الكهرباء و 20 جنيه 30 جنيه وخلاص. بعكس ان انت تبقى معاك مثلا حط بنزين والكلام ده. يعني انا مش عارف يعني اقول ازاي بالظبط على العربيه دي. يعني حتى من الجنب كده فخامه. العربيه مليانه كاميرات في كل مكان، عشان لو مثلا انت راكنها دلوقتي وحد مثلا معاه مفتاح وعايز يخربشها لك والكلام ده، العربيه فيها دلوقتي بتسجل. هنا في هنا كاميرا، وفي كاميرا ورا، وفي نفس المكان في الناحيه الثانيه في كاميرا. فيها كاميرا بتسجل 360 درجه. التسلا دي هي العربية يا جماعة. فخامة وشياكة وأناقة وسرعة والتك، التكنولوجيا الموجودة في العربية دي رهيبة. فاستنوا معايا بقى في آخر الفيديو، تعالوا بقى هكلمكم على التكنولوجيا من جوه. هنا حتى عشان تشحن الموبايل بتاعك، لو موبايلك في خاصية الشحن اللاسلكي، تحط الموبايل هنا ممكن تشحن موبايلين في نفس الوقت. العربية فيها خاصية انترتينمنت، او مثلا لو انت بتشحن العربية ومستني مثلا عبارة من البطارية تتشحن من زيرو مثلا لحد 80%، بتاخد لها حوالي نص ساعة. ايلون ماسك عمل لك خاصية هنا، تخش على الانترتينمنت وتخش على نتفليكس او اليوتيوب او تي سويتش او تورتولو. طبعا الاثنين دول اكتر حاجة انت ممكن يعني تقعد فيها وتتفرج عليها في العربية. تجيش تخش على اليوتيوب عندي وتعملوا اشتراك. كل حاجة في العربية مصنوعة بجودة عالية جدا. الطارة الجلد طبيعي، الخشب ده التريم. في عندك حاجتين ممكن تختار منهم، اول حاجة اللي هو الخشب اللي هو موجود في العربية ده، وحاجة تانية اللي هي الالومنيوم اللي ممكن يضيف لك حته لمسه جماليه كده جوه العربيه. طبعا انا اخترت الخشب. الكراسي
حتى الكراسي يعني اقول لكم ايه يا جماعه، كراسي ولا مصنوعه في ايكيا ولا مصنوعه في السويد، الكراسي يعني بسم الله ما شاء الله حاجه طريقة قوي. وهنا الجلاف بوكس يعني تخبي فيه عيل صغير جوه. عندك كمان ستورج هنا موجود فيه كل حاجه برضو زي ما انتم شايفين، غويت يعني كبير مش صغير، يعني تقفله تضغط الضغطه دي وكان يتقفل لوحده. بس احسن حاجه عجباني في العربيه اللي هو الوايرلس، ان انت ممكن تشحن موبايلين في نفس الوقت لو انت موبايلك بتاعك بيساعد اللي هو يتشحن عن طريق الوايرلس. غير كده العربيه كلين فيو، ما فيهاش اي زرار تاني زي ما قلت لكم غير الزرارين ده والزرار ده. كل حاجه عن طريق الشاشه تتحكم فيها، سواء مثلا العربيه عايز تسوقها عايز تفتح البوت من بره تضغط على الزرار ده، العربيه دلوقتي فتح بره يوريك اللي هو مفتوح، عايز تقفله اضغط عليه تاني هيتقفل لوحده. برضو نفس الشرح للترانك قدام او الشنطه اللي قدام، لان مفيش مخطور، فده طبعا مساحه ليك اللي انت تخزن فيها اي حاجه. طبعا المساحه دي تبقى مخصوصه للشحن بتاع السلك الشحن وكده. طبعا بتخش على الراديو هنا لو انت عايز تختار الراديو الستيشن بتاعتك. في عندك هيتد ويند سكرين اللي هو قدام ورا، لو مثلا في هنا لو انت عايش في اوروبا وفي تلج على طول والكلام ده. عندك هيتد سيت او الكراسي فيها خاصيه اللي هي ممكن تسخن، لو طبعا لو انت عايش في اوروبا اكيد، طبعا لو انت عايش في الشرق الاوسط او الدول الحر مش محتاج الزرار ده. في الانترتينمنت زي ما قلت لكم كل حاجه. احسن حاجه عجباني كمان اللي هي الكاميرا، العربيه متحوطه بكاميرات في كل مكان، دي اليمين دي الشمال ودي الكاميرا اللي ورا. العربيه بتسجل سواء انت راكن العربيه او سايق العربيه، بتسجل 360 درجه، يعني مثلا لو حد خبش العربيه من اليمين او من الشمال او من ورا، العربيه هتسجل كل لحظه حصلت وانت راكن العربيه او انت سايق العربيه. دي احسن حاجه عجباني هنا كمان. كل حاجه زي ما قلت لكم عن طريق الشاشه، لو انت عايز تظبط الطاره بتاعتك، لو انت عايز تظبط المرايات بتاعتك فوق يمين تحت شمال. الميزه بقى الاساسيه في تسلا اللي هي اوتو بايلوت او سيلف او فول سيلف درايفنج اسيستنت، العربيه بتسوق لنفسها. لو انت اخترت الفيتشر دي او اخترت الميزه دي، العربيه ممكن تسوق لنفسها وممكن تغير ممكن تغير لين او ممكن تغير موقعها في الطريق سواء شمال او يمين. لو العربيه اللي قدام بالظبط هدت، العربيه تسلا هتقف لوحدها او هتهدي لوحدها وهتسيب مسافه امنه ما بينها وما بين العربيه اللي قدام. الناس اللي ما تعرفش يعني ايه تسلا او ايه الشركه دي، الشركه دي شركه امريكيه صاحبها ايلون ماسك. ايلون ماسك 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 نفسه ايا كان اسمه، هو اغنى واحد في العالم حاليا. عنده شركه اسمها سبيس اكس، دي شركه بتطلع الفضاء والكلام ده. الناس بقى مش مصدقه دي عربيه كهربائيه. اغلب العربيات الانجن او الموتور بتاعها بيبقى قدام هنا بالظبط، عشان لو انت مش مصدقني العربيه دي كهربا استنى معايا هفتح العربيه. بتفتح من هنا تخش على هنا تضغط على الكبوت من هنا، حاجه اسمها اوبن تضغط عليها تيجي من بره، واروح جاي هنا فين الموتور؟ مفيش موتور. ده الشاحن بتاع العربيه وده الكابل بتاع العربيه، مفيش اي موتور هنا خالص. دي عربيه كهرباء، دي عربيه كهرباء يا جدعان، انا مش بشتغل اي حد، دي فعلا عربيه كهرباء، عربيه امريكيه مش صيني. للناس اللي بتقول العربية الصيني، العربية مش صيني، العربية كل حاجة فيها مصنوعة في أمريكا، كله شغال بالكهرباء. العربية ما بتشتغلش بالبنزين، ما بتشتغلش بالجاز، ما بتشتغلش بأي حاجة، كله شغال بالكهرباء. خش على جوجل واكتب إيلون ماسك هيطلع لك تسلا جنب اسمه، لأن دي شركة أمريكية وهو اللي مصممها، بدأ تصميمها تقريبا في 2010 زي ما انتم شايفين.
عربية مش صيني. اللي يقول شكلها شكل صيني، هي العربية شكل تصميمها عصري، ما فيهاش زرار كتير، ما فيهاش حاجات كتير، فتلاقيها مناسقة للذوق العام. فلو انت مش مصدقني خش واعمل بحث على جوجل، اكتب ايلون ماسك تسلا وهتعرف كل حاجة عن العربية. العربية عربية سبورتس كار 581 حصان زي ما قلت، وما فيهاش اي مواطير. دي شنطة قدام وزي نظام الشنطة اللي ورا. المواطير تحت في فلور او في ارضية العربية، في موتورين زي ما قلت، الموتور اللي بيشغل العجلة اللي قدام والموتور اللي بيشغل العجلة اللي ورا. ف او مساكو زي العسل، لان الساعة 4 دلوقتي وزي ما انتم شايفين مفيش شمس. فلو عايز تقفل العربية لقدام تعمل كده، تضغط على الكبوت. دلوقتي هو قافل، تيجي هنا بتاخد الزرار هنا، الكبوت بيقفل لوحده.